ازدحام شديد، طوابير طويلة، يعني أكثر من 15 موظف كان موجودين في المحل يخدمون الزباين. هي مجرد الدور تقلل من التوتر، تترك العادات السيئة لدى الأطفال، مثل يحط القلم في بوزة، يمسك الإيدة في بوزة، تشغل إيده بس لا غير. يعني والله هاي اللعبة أنا ما أدري عنها، قالوا تهدي البال ووصون الجهال إن أخذ لهم، وهذا الوضع اللي صار، وإن شاء الله أمورهم زينة بنبيت. مهمومين الأولاد؟ لا مو مهمومين، الحمد لله أمورهم زينة وامتحانات وأمورهم طيبة. والله قالوا تهدي البال، يبغونها، تعرفون الجهال لين يبغون لعبة، يعني نبغيها، فزينة رخيصة وقوية ب300 فلس الحمد لله. أنا صراحة ما أعرف إيش اسمها، بس قال لي ولدي يبو، والبارحة شفت اللي هو منظر في الواتساب، مشحون دكان العالم ضرب الحطب. اتصلت لواحد اللي يقول باكر تعال الساعة 2، اقبل اجي الساعة 2 وانا ابغى اريح لي شوي، ما لي حاجة اجي الساعة 2. الحين طلعت من المدرسة قلت من راح دبا مرة هني دافي اباخذ، فانا عندي ثلاثة جهال، قلت اباخذ ثلاث احتياط لا تالي يصير هواش عليها. بس يعني إن هي عن الاكتئاب ما أعتقد هذا الكلام غير صحيح، يعني مثل ما تقولين يطلعون هم يعني نفس العالم حشرهم مع الناس عيد.